السلام عليكم الوليدات بخير، صافا مزيان. هانتوما اللي ما مابونيش في لاشين يتابونا، واللي مابوني يخلي لايك وكومونتير. اليوم ان شاء الله غادي نحطوا لنا موديل ديال ان دوفوار ديال الفرد، اكزومبل ديال دوفوار اللي كنا حاطين في انستغرام، غنخليو لكم هنا وغدا ان شاء الله يكون صحيح. غنشوفوا اكزومبل ديال دوفوار، الموديل ديال الفرد رقم واحد باش توجدوا شويه الفروض. وعندنا ليكزيرسيس 1 كالكي لي ليميت سويفونت: ليميت اكس تونفير بليس لانفيني 2 اكس موان راسين دو اكس كاري بليس 3، ليميت اكس تونفير بليس لانفيني اكس كاري موان راسين كيبيك دو اكس على بويسون 3 بليس 1، لا تروازيام ليميت: ليميت اكس تونفير 2 راسين كيبيك دو 3 موان اكس موان 1 سور اكس موان 2. دراري ديال العربية، حسب هاد النهايات، حسب هاد النهاية وهاد النهاية وهاد النهاية. ليكزيرسيس 2، on considère la fonction f telle que f de x est égal à ضرب من رتبة 3 يعني غاسين كيبيك دو 1 بليس x موان 1 سير x pour x différent 0 et f de 0 تيغال 1 تير. montre que f est continue au point 0. دري ديال العربية نفسها، نعتبر دالة f بحيث عندنا f de x. سؤال ودرس بين ان f متصلة عند صفر. exercice 3، on considère la fonction f définie par f de x est égal à x au carré plus x moins 2 c'est x moins 1 si x est supérieur strictement à 1 et f de x est égal à racine carrée de x plus 3 moins 2 c'est x moins 1 si x est supérieur strictement à 1 f de 1 est égal à 3. كان اعتبروا هاد الدالة. السؤال الأول، montre que f est continu au point A à droite بين أن f متصلة على يمين واحد. السؤال الثاني، اتدي la continuité de f à gauche de 1، ادرس اتصال f على يسار واحد. السؤال الثالث، f est-elle continue en 1؟ Justifiez votre réponse. L'exercice numéro 4, on considère la fonction f. On considère la fonction f définie par la fonction définie sur R par f de x. La fonction f définie sur R par f de x est égal à x à la puissance 5 plus x moins 1. Montrez que l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha dans R et que alpha entre 0 et 1. Deuxième question, montrez que alpha est égal à 1 موان الفا سير الفا على بويسونس 4. دري ديال العربية نفس الشيء، نعتبر دالة f معرفة على r بما يلي f دي x تساوي x بس 3 زائد x ناقص 1، بين أن المعادلة f دي x تساوي 0 تقبل حلا واحدا الفا في r، وأن الفا محصورة ما بين 0 و 1. السؤال اللي من بعد، بين أن الفا تساوي 1 ناقص الفا على الفا أس 4. تبرير رقم 5 والأخير، أون كونسيدير لا فونكسيون f ديفيني سير i موان زان 1 بار f دو x تيغال x على 1 ناقص x مربع. نعتبرو الدالة f معرفة على i هو ناقص 1 1 حيث f دو x تساوي x على 1 ناقص x مربع. كالكي ليميت x تونفير 1 موان 2 f دو x ليميت x تونفير موان زان بليز دو f دو x. نحسب النهايات، هاد النهايات بجوج. بين مولا مونطري كو f بريم دو x تيغال 1 بليز x او كاري سير 1 موان x او كاري او كاري كيلك سوا x افارتي. بين ان f بريم مشتقة تساوي هادي. Montrez que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Sur l'arbia, bien en f t'appelle d'elle x f moins 1 معرف على مجال j j vous t'aidido. B, sur b, vérifie que f moins 1 est 0 ou 0, يعني تحقق ان f moins 1 est 0 ou 0. C, soit x appartient j moins le singleton 0. Montrez que f moins 1 est x est égal à racine de 1 plus 4x au carré. تو موانز 1 سير 2 اكس. بالنسبة للسؤال سي، ليكون اكس ينتمي جي ناقص صفر، بين ان اف موانز اكس يساوي هاد التعبير. وخدمو هاد التمرين غادي نصحوه. اكس اولى زائد 2 اكس ناقص جذر مربع اكس مربع زائد 3. النهاية الثانية، ليميت اكس اولى زائد منايا اكس اس 2 ناقص جذر من رتبة 3 ديال x اس 3 زائد 1. ثالثا، ليميت x يعود جوج جذر من رتبة 3 3 ناقص x ناقص 1 على x ناقص 2. التمرين الأول. التمرين الثاني، نعتبر دالة f حيث f دو x تساوي جذر من رتبة 3 ديال 1 زائد x ناقص 1 على x، بالنسبة ل x يخالف 0 و f ل 0 يساوي 1 على 3، بين أن f متصلة في 0. التمرين رقم 3، نعتبر دالة f حيث f دو x تساوي x مربع زائد x ناقص 2 على x ناقص 1، بالنسبة ل x أكبر قطعا من 1. f دو x تساوي جذر مربع x زائد 3 ناقص 2 على x ناقص 1، بالنسبة ل x أصغر قطعا من 1، و f لواحد يساوي 3.
السؤال الأول بين أن F متصلة عند واحد على اليمين. السؤال الثاني ادرس اتصال F على يسار واحد. ثالثا هل F متصلة عند واحد؟ علل جوابك. تمرين 4 نعتبر دالة F المعرفة على R بحيث F دو X تساوي X أس 5 زائد X ناقص 1. السؤال الأول بين أن المعادلة F دو X تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا في R وأن ألفا محصور ما بين 0 و 1. السؤال الثاني بين أن ألفا تساوي 1 ناقص ألفا على ألفا أس 4. تمرين 5 نعتبر دالة F المعرفة على المجال E اللي هو ناقص 1 1 بحيث F دو X تساوي X على 1 ناقص X مربع. وحسب الليميت X يؤول ناقص 1 و X أكبر من ناقص 1 ل F دو X والليميت X يؤول 1 X أصغر من 1 ل F دو X. السؤال الثاني بين أن F بريم ل X يعني المشتقة تساوي 1 زائد X مربع على 1 ناقص X مربع مربع كل مربع لكل X ينتمي ل E. السؤال الثالث ألف بين أن F تقبل دالة عكسية F موانزا معرف على مجال G يجب تحديده. سؤال ب تحقق أن F موانزا لصفر يساوي صفر G ليكون X ينتمي لG ناقص صفر. بين أن F موانزا لX تساوي G ضرب مربع 1 زائد 4X مربع ناقص 1 الكل على 2X. بون شانس هادو غدا غنصحوهم إن شاء الله. نشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد الدوفوار صحيح ديال هاد الفرد اللي عندنا. عندنا ليكزيرسيس نيميرو 1 كالكيل دي ليميت سويفونت. حسب النهايه التاليه عندنا لا ليميت اكس تنفار بليس لانفيني ديال 2 اكس موان راسين دو اكس كاري بليس 3. بغينا حسبنا مباشره هنا بليس لانفيني هنا موان لانفيني بليس لانفيني موان لانفيني بشكل غير محدد فورم انديتيرميني. اذا هنا كاين جوج طرق سواء نديرو المرافق سواء نديرو التعميل ولكن التعميل ما كيخرجش الا في واحد الحاله كنشوفو هذا الا هذا مربع هو 4 اكس مربع كيخالف هذا اذا ممكن نديرو التعميل. كيفاش كنديرو هذا التعميل لا فاكتوريزاسيون غادي نعملو لداخلنا بالاكس كاري فاكتور دو 1 بليس 3 سير اكس كاري qui égale à la limite x tombeur plus l'infini 2x moins racine, racine c'est racine de x au carré fois racine de 1 plus 3 sur x au carré. C'est la racine de a fois b qui égale à racine de a fois racine de b. Voilà, c'est un a positif ou b positif. Maintenant x au carré positif ou a positif, donc on est là. عندنا راسين كاري دو اكس كاري لا فالور ابسولي دو اكس بما نعقلو على هادي راسين دو اكس كاري هو لا فالور ابسولي دو اكس تيقالا اكس الى كان اكس بوزيتيف تيقالا موان اكس اكس نيجاتيف. عندنا اكس تنفار بليس لانفيني دونك اكس بوزيتيف دونك لا فالور ابسولي دو اكس اكس لا ليميت اكس تنفار plus l'infini 2x moins x facteur de 1 plus 3 x au carré. On va faire un factorisation par x, on a mis le x. X facteur de 2 moins racine de 1 plus 3 sur x au carré. On a sur la limite, on a 0, 0, on a plus l'infini. Car, je vais dire le parentiel de l'arabie, il y a un nappe. لا ليميت اكس تنفار بليس لانفيني ديال هاد الاكس راه هي بليس لانفيني و لا ليميت ديال ان سير اكس او كاري و تروا سير اكس او كاري هادي كتعطينا زارو هادي غتمشي زارو اذا راه تبقى دو موان زان تغاسين دو ان و ان دو موان زان هو ان ان فوا بليس لانفيني هو بليس لانفيني. غنشوفو لا دوزيام ليميت غير هاد الطريقة ديال التعميل ديال فاكتوريزاسيون ديريكت راه بعض المرات مكتخرجش
غنشوفو في دوفوار تاني تنديرو ديك الساعة المرافق كونجيكي غنشوفو لا ليميت تاني إكس أومبراد بليس لانفيني إكس كاري موان راسيو كيبيك دو إكس لا بويسونس روات ديسها وإلا حسبنا مباشرة عندنا دي بليس لانفيني هنا بليس لانفيني سوا موان هو موان لانفيني بليس لانفيني لا صوم مع موان لانفيني فورم انديتيرمين نفس الشيء سوا نديرو المرافق بالنسبة المطابقة ديال أ أس ثلاثة ناقص بي أس ثلاثة سوا نديرو التعميم هنا علاش غندير التعميم إلا خدنا هذا أس ثلاثة كيعطينا إكس أس ستة كيخالف هذا إذا لا كان كيخالفو ديفيرون كندير التعميم مباشرة لاحظوا في الغاسين كاري هادي كنعملو بإكس مربع ولكن في الغاسين كيبيك كنعملو بإكس أس ثلاثة إلا كان إكس موجب أما إلا كان إكس سالب غنشوفوها في تمرين آخر المهم هنا كنعملو بإكس أس ثلاثة العدد اللي عملنا به نقسموه على اكس اس 3 على اكس اس 3 هو 1 هنا 1 بلس اكس على بويسونس 3 عندنا نفس الخاصية راسين كيبيك دو ا بور بي و راسين كيبيك دو ا بور راسين كيبيك دو بي هنا اكس كاري موان راسين كيبيك دو اكس على بويسونس 3 و راسين كيبيك دو 1 بلس اكس على بويسونس 3 عندنا غاسين كيبيك ديال اكس على بويسونس 3 هو اكس غاسين كيبيك ديال اكس على بويسونس 3 هي اكس غاسين كيبيك ديال 1 بليس 1 سوا اكس او اكس على بويسونس 3 هو غادي نعملو نفس الشيء غادي نعمل اكس اكس هنا غنعملو اكس اكس موان غاسين كيبيك ديال 1 بليس اكس على بويسونس 3 تقدر تقيس لانفيني كار ولا لان ها لا ليميت ديال هاد اكس و تقيس لانفيني و لا ليميت اكس طون فار تقيس لانفيني ديال ان سير اكس على بويسونس 3 و تا من هذا غادي يشد زارو غادي يبقى ان هنا تقيس لانفيني موان زائد تقيس لانفيني تقيس لانفيني تقيس لانفيني يا تقيس لانفيني وغنشوفو لا دو تروازيام كاستيون نشوفو لا ليميت اكس طونفار دو راسين كيبيك دو تروا موان اكس موان زان سور اكس موان دو و الى عوضنا ديريكتمون دو تروا موان دو سي ان راسين كيبيك دو ان سي ان ان موان زان سي زارو زارو سور زارو فورم انديتيرمين إذا هنا غادي نستعملو الطابقة ديال أ أوكيب موان بي أوكيب هادي كتعطينا أ موان بي فاكتور دو أ أو كاري بليس أ بي بليس بي أو كاري يعني أون جينيرال ملي كيكون عندنا غاسين كيبيك المرافق ديال أ موان بي هو أ أو كاري بليس أ بي بليس بي أو كاري باش نحول هذا أس ثلاثة ناقص أس ثلاثة حيت أس ثلاثة هو اللي كيحيد لنا غاسين كيبيك إذا غنديرو ليميت x تنفر 2 هنا صرحنا x موان 2 غناخدو هاد العدد هذا بحال عندنا هنا a موان b عندنا a موان b خصني نضرب a او كاري بليس a b بليس او بليس b او كاري اذا هذا او كاري بليس a فور b يعني 1 فور هاد العدد هو موان اكس بليس بي او كاري اللي هو ان او كاري ضربنا في هذا العدد الفوق خصني نضربو في تر تحتنا بروكاسيون تروازيام ديال تروا موان اكس كاري بليس ا فور بي ان فوا هذا العدد والراسين كيدير ديال تروا موان اكس بليس ان او كاري اللي هو ان تعطينا ليميت اكس تنفر دو وهنا a موان b فاكتور دو a او كاري بليس a b بليس b او كاري كتعطينا a اس 3 موان b اس 3 اذا غتعطينا هاد العدد اس 3 راسيون كيبيك دو 3 موان x على بويسونس 3 موان زان على بويسونس 3 سير تحتنا ما نقيسوش توشي موان راسيون كيبيك دو 3 موان x او كاري بليس راسيون كيبيك دو 3 موان x
plus 1 au carré meilleur 1. Attendez, on a la limite x tend vers 2. Racine cubique à la puissance 3 qui est racine cubique de 3 moins x. 1 au cube par 1 sur x moins 2. Dima racine cubique de 3 moins x au carré plus racine cubique de 3 moins x plus 1. Ça va chouiller, on a ça. عطنا واحد المرحلة اللي بقات ليميت اكس تنفر 2 هنا لتحت اكس موان 2 راسين كيبيك دو اكس موان لا 3 موان اكس باردون وكاري بليس راسين كيبيك دو 3 موان اكس بليس 1 هنا نقص هنا 3 موان اكس موان 1 هي 2 موان اكس إذا نقاتنا واحد التعميل فوق بإكس واحد الموا هنا تعملنا موا تبقى إكس موان دو تبقى إكس حيت هادي هي موا إكس بليس دو هي هادي هنا إكس موان دو راسين كيبيك دو تخوا موان إكس أو كاري بليس راسين كيبيك دو تخوا موان إكس علاش بليس أن On va dire que c'est x moins 2, x moins 2. Après, la limite x tend vers 2, il y a moins 1 sur. Et notre thèse-là, on va prendre la racine cubique de 3 moins x au carré, plus racine cubique de 3 moins x, plus 1. On va dire que c'est moins 1. On va dire x par 2. 3 moins 2 c'est 1, racine cubique de 1 c'est 1, au carré c'est 1, on va faire 1, on va 1, on va 1, il y a moins 1 sur. Non, parce que c'est 1 et 3. Ok. Maintenant, l'exercice 2, f de x est égal à racine cubique de 1 plus x moins 1 sur x, x différent de 0, f de 0 est égal à 1 tiers. Sous f. بين ان f متصلة عند صفر مونطري كو f مونطرون كو f مونطرون كو f اي كونتيني ان زيرو جريد العربية نبين ان f نبين ان f متصلة عند الصفر اش خاصنا نحسبو خاصنا نحسبو ليميت اكس تقول إلى 0 ديال f دو x إلا صرناها هي f دو 0 راها متصلة صرناها ديفيرون ديال f دو 0 غير متصلة والليميت x تقول إلى 0 f دو x عندنا هي راسين كيبيك دو 1 بليس x موان 1 سير x وإلا عودنا ب 0 عندنا راسين كيبيك ديال 1 بليس 0 و 1 موان 0 سير 0 فورم انديتيرمين غنسيبو شكل غير محدد خصنا المرافق توجور غادي نخدمو عندنا غاسين كيبيك دو 1 بليس اكس موان 1 ملي كيكون عندنا ا موان بي وعندنا غاسين كيبيك كنضربو في ا او كاري زائد ا بي زائد بي او كاري باش نوصلو لا اس 3 موان بي اس 3 كنستعملو هاد المطابق يعني المرافق ديال ا ناقص بي هو لو كونجيكي ديال ا ناقص بي هو ا او كاري بليس ا بي بليس بي او كاري هادي ملي كيكون عندنا راسين كيبيك حيت بغينا نحيدو راسين كيبيك خصنا نرفعو اس 3 شتي علاش كنستعملو هاد المتطابق اذا عندنا ا موان بي نضربو في ا او كاري راسين كيبيك دو 1 بليس اكس او كاري بليس ا فوا بي يعني هاد العدد في هاد العدد 1 فوا راسين كيبيك دو 1 بليس اكس بليس 1 او كاري ضربنا الفوق ضربنا في هاد العدد الفوق خصنا نضربو حتى لتحت اذا غنبقى اكس La racine cubique de 1 plus x au carré plus ab, yani 1 pour racine cubique de 1 plus x plus 1 au carré. Maintenant, la limite, je vais vous lever là. On a. Maintenant, la limite x tend vers 0.
عندنا a موان b فاكتور دو a او كاري بليس a b بليس b او كاري كتعطينا a اس 3 راسين كيبيك دو 1 بليس x على بويسونس 3 موان زان على بويسونس 3. هنا غادي نخلي لا ميم شوز راسين كيبيك دو 1 بليس x او كاري بليس 1 فوا راسين كيبيك يعني راسين كيبيك دو 1 بليس x بليس 1 او كاري و بليس 1. عطيتنا لا ليميت x تنظر 0 راسين كيبيك على بويسونس 3 كيتحيد راسين كيبيك كتبقى 1 بليس x موا 1 على بويسونس 3 سي 1 سير x هنا هنا يبقى هاد راسين كيبيك دي 1 بليس x او كاري بليس راسين كيبيك دي 1 بليس x بليس 1. عطيتنا اتجاه لا ليميت x تنظر 0 هنا عندنا x عندنا 1 موان زان تغير x هنا x سير راسين كيبيك دو 1 بليس x او كاري بليس راسين كيبيك دو 1 بليس x بليس 1. فوقين هاد الاختزال دي x غتبقى لا ليميت x تنفير 0 1 سير راسين كيبيك دو 1 بليس x او كاري بليس راسين كيبيك دو 1 بليس x بليس 1. كان نديرو قوس ضروري. دابا نعوضو بزيرو تبقى 1 راسين كيبيك دو 1 بليس 0 هو 1 راسين كيبيك دو 1 سي 1 و كاري سي 1 بليس هنا تاني 1 بليس 1 هو 1 تيار. إذا لاحظو هو اف دو 0 لدينا لدينا حنا بيسكو لا ليميت x تنفير 0 دو f دو x أين لا ليميت دو f دو x x تنفير 0 أين هي انتيار هي f دو 0 دونك f a كونتيني أون 0. بما أن الليميت x تعود 0 دو f دو x تعود 0 فإن f أطرنت الشا متصلة في صح كل عند صح. بعد لا كوركسيون ديال ليكزيرسيس 3 اون اف دو اكس تيغال اكس كوار بليس اكس موان 2 سير اكس موان زان سي اكس سي بير ستريكتومون 1 اف دو اكس تيغال راسين دو اكس بليس 3 موان 2 سير اكس موان زان بور اكس انفير ستريكتومون 1 اي اف دو ان تيغال 3. بروميير كاسيون مبين ان اف متصله على يمين واحد مونترون montrant que f est continue à droite de 1 à droite de 1 يعني نبين ان العبرين العربيين نبين ان f متصلة على يمين واحد نديرو لدينها لا بغينا اتصال عند واحد على اليمين خصنا نحسبو ليميت x تساوي الى واحد بليس f دو x كاين هذا الرمز وكاين x يعود الى واحد و x كبر من واحد كاين هذا الرمز تاعو انا درت هذا x كبر من واحد دال لي هذه x كاري بليس x موان 2 سير x موان 0 إلا عوضنا ب 1 عطاتينا 1 أو كاري 1 بليس 1 هي 2 موان 2 سي 0 0 سير 0 شكل غير فورم انديتيرمين شكل غير محدد. إذا غادي نحسبو نعاود نحسب ليميت إكس تعود إلى 1 بليس إكس أو كاري هاد دو إكس نديروها ليميت إكس تعود إلى 1 بليس إكس أو كاري بليس إكس موان 2 سير إكس موان 2 إذا إكس موان زان باردون عندنا 0 على 0 عندنا حدوديات اذا غنستعملوا القسمه الاقليديه علاش غنقسموا على اكس ناقص 1 هنا عندنا اكس ناقص 1 هذا الفوقاني هذا خاصني نكتبوا اكس ناقص 1 فاكتور ديال شي حاجه كاين بزاف لي ميثود ولكن حنا غادي نحافظوا على اون جينيرال القسمه الاقليديه غنشدوا هذه اكس او كاري بليس اكس موان 2 غنديروا ليها لا ديفيزيون اقليديه سير اكس موان زان x au carré, qu'on a x au carré divisé par x, il y a x, x
fois x, x au carré, hein, moins x au carré. X fois moins 1, c'est moins x. Non, tous les plus x. On va dire la somme. On obtiendra bien 0. X plus x, c'est 2x, moins 2. On fait la même chose. 2x divisé par x, c'est 2. 2 fois x, c'est 2x. Tous les plus moins 2x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Tous les plus 2. On est égal à 0. Et dans cette caméra, on va remplacer x moins 1 fois x plus 2. Égal à la limite x tend vers 1 plus, qui est un artisan, à x plus 2. On a 1 plus 2, c'est 3. Et bien, il y a f de 1. On dit là, non? Puisque la limite x tend vers 1 plus de f de x est égal à f de 1, qu'il y a f, donc f. Et continue à droite de 1. De l'aide de l'arrière. Et maintenant, limite x tend vers 1 plus de f de x est égal à f de 1. C'est une f. On va passer là. À la ligne. بريد الفرنسي هذا بريد العربية هذه غير ترجمة أنا. السؤال رقم جوج أدرس اتصال F على يسار واحد اتيدي لا كونتينيتي اتيديون لا كونتينيتي كونتينيتي F à gauche de 1 بريد العربية ندرس إشارة ندرس اتصال F على يسار واحد وين ندرس اتصال على يسار واحد خصنا نحسبو الليميت x تون فيغ أن موان ديال f دو x أن موان x غير من واحد ناخدو هاد لا فونكسيون وإلى عوضنا تعطينا 1 بليس 3 سي 4 راسين دو 4 2 2 موان 2 سي 0 0 سي 0 فورم انديتيرمين فورم انديتيرمين عندنا راسين كاري غنستعملو المرافق المرافق العادي طون فيغ 1 موان المرافق ديال أ موان بي هو أ بليس بي فوق والبحث ضربنا في هذا العدد فوق سندرو فيه لتحت هنا ما نقيسوش خلي لا ميم شوز هنا أ موان بي فاكتور دو أ بليس بي كيعطينا أ أو كاري لو كاري مع هاد الجذر كيتحيد نورمالمون هذا أو كاري نكتبو هنا كيفية موان دو أو كاري هادي تكون فيها أ موان بيان سور قاسم مع لو كاري كيتحيدو إكس بليس تروا موان دو او كاري سي 4 عطينا لا ليميت اكس تون فيغ 1 موان اكس موان 1 او موان 4 هي اكس موان 1 سو اكس موان 1 عطينا لا ليميت اكس تون فيغ 1 موان x moins 1, c'est-à-dire 1 sur racine de x plus 3 plus 2. Alors on a donc 1, 1 plus 3, 4, racine de 4, 2, 2 plus 2, 4, on a 1, 4. En gros, puisque la limite x tend vers 1 moins de f de x différent de f de 1, f de 1 de 3, donc f n'est pas continu, donc on voulait discontinuer, pas continu, à gauche de 1. Je trouve l'arbitre, bien maintenant,
فهمتوني f غير متصلة على يسار واحد لأن ليميت x تنظر 1 روش ديال f دي x تخالف f لي 1. هنا عندنا الليميت على اليسار ديال 1 x على 1 على اليسار ديال f دي x تخالف f دي 1 عارفين فان f غير متصلة على يسار 1. عطنا لا تروزيام كيستيون. Troisième question, est-ce que f est contenu au f est contenu à droite de 1, f n'est pas contenu à gauche de 1, donc f n'est pas contenu. Parce que pas de contenu, f est contenu à droite et contenu à gauche. On a f est contenu à droite de 1. Et n'est pas continu ou la discontinue, hein? Il n'est pas continu à gauche de 1. Donc f n'est pas continu en 1. Je répète, on va trouver f continue 1 en 1, f continue à droite et f continue à gauche de 1. Dans l'arbia, il m'a un f متصلة على يمين 1 وغير متصلة على يسار 1 فإن f غير متصلة في 1. لماذا؟ لأن لو بغات تكون f متصلة عند 1 نشوف التمرين الرابع. بغا نشوفو ليكزيرسيس 4 f dx تيكال x على بيسونس 5 بليس x موان 1 فونكسيون f ديفيني سير r. بروميير كيستيون مونترون كو ليكواسيون f de x est égal à 0. Admet une solution unique, une solution unique alpha dans R et que alpha est compris entre 0 et 1. Voilà, on a la question, faire deux parties. Montrer que admet une solution unique alpha dans R, R et que alpha entre 0 et 1. Près de l'arbia, nous voyons que le mu'adala f de x ou 0, taqbalu hallan wahidan alpha fi R, juz l'ouvre de la soual, wa anna alpha محصور ما بين 0 و 1. فأنا لدينا f اي كونتيني سير r بين قوسين بولينوم لأنها حدودية. بعيد العربية لدينا f متصلة على r لأنها حدودية. الشكل الأول سوليسيون إينيك خصنا الرتابة f بريم دي x مشتقة ديال x أس 5 هي 5 x أس 4 مشتقة ديال x هي 1. لدينا ولا أمنا f بريم دي x سريكسومون بوزيتيف كيف سوا x أبارتين r. Donc f est strictement croissante sur
sur R. وعندنا F بريم موجبة قطعا، إذا F زاوية قطعا على R. جوج حوايج لقينا متصلة ولقينا تزاوية قطعا. غنشوفو F دو R، علاش باغي نحيت ملي كيكون قبل واحد الواحد في واحد المجال للدالة مكاينش عدد، إما تكون فيه مولا فينو بليس لانفينو ولا تكون شي عدد مكاينش مجموعة التعريف. اش كنديرو ديك الساعة؟ كنديرو صورة في المجال. إذا هو F، غنديرو F دو R هو F ديال مولا فيني بليس لانفيني. F عندنا تزايدية قطعا، يعني الليميت مولا فيني ديال F والليميت بليس لانفيني ديال F هو موال انفيني بليس انفيني. سهل، عندنا ليميت اكس كونفار موال انفيني ديال اف دو اكس، عندنا دالة حدودية غناخدو اصفر درجة و ليميت اكس خمسة موال انفيني فردي، و عندنا ليميت اكس كونفار بليس انفيني ديال اف دو اكس هو بليس انفيني اكس يلا اكس خمسة. قلنا اف متصلة تزايدية قطعا، زارو ابارتين اف دو ار، اف دو ار هو هذا، زارو ابارتين اف دو ار، دونك ليكواسيون اف دو اكس تيكالا زارو، ادمي نديرو هنا بويسكو هنا بويسكو زارو ابارتين اف دو ار، دونك ليكواسيون اف دو اكس تساوي زيرو، ادمي ان سوليسيون يونيك الفا بون ار. نريد العربية نفس الشيء، عندنا اف متصلة بتزايدية قطعا وزارو كاين في اف دو ار زارو، بما ان اللي هو هنا بما ان زارو ابارتي اف دو ار واش كنقولو اف متصلة متزاودية قطعنا على ار ان المعادلة اف دو اكس تساوي زيرو تقبل حلا وحيدا الفا في ار. هلا جاوبنا على الجزء الاول، بين المعادلة عندها ليكواسيون عندها ان سوليسيون دون ار، عاد غنمونطريو الفا اونتر زيرو و ان، عندنا اف دو زيرو نحسبو اف دو زيرو هي موانز ان، اف دو ان اف دو ان هي ان بليس ان موانز ان هي ان، اف دو زيرو و اف دو ان نيجاتيف، دونك الفا ما بين زيرو، إذا أنا أف دو زيرو في أمبلي واحد سالب، إذا الفا جانا بين زيرو و واحد. والسؤال من بعد، السؤال ثانيا نديرو هنا من هنا، مونطرون كو الفا يتيكال ان موا الفا سور الفا ربيسونس كات، نبين ان الفا لدينا الفا حل للمعادلة هذه اكس تيكال زيرو، عندنا الفا لسوليسيون de l'équation f de x est égal à 0. Donc on a autant alpha appuyer alpha à la puissance 5 plus alpha moins 1 est égal à 0, donc alpha à la puissance 5 on doit vous aider à l'arrivée de 1 12 alpha le gel frat ou le mot alpha، دونك
alpha à la puissance 5 qui est alpha alpha à la puissance 4 est égal à 1 moins alpha. Donc, ça n'a pas alpha à la puissance 4. Alpha à la puissance 4 est égal à 1 moins alpha sur à 0 even, 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 even. On va faire l'exercice 5, le dernier exercice fait le devoir. F définit sur l'intervalle est égal à moins 1 par f de x est égal à x sur 1 moins x au carré. عندنا الدالة f معرفة على اي وناقص واحد واحد بحيث f de x تساوي x على واحد ناقص x, x مربع. السؤال الأول وين الليميت x تنفر موانزا بيس يعني على اليمين ندير f de x وين الليميت x تنفر موان وهنا تقيم الليميت x تنفر موانزا x اكبر من موانزا ديال x على 1 موان x وفاري وإلا عودنا موانزا تقيم موانزا سير 0 حسنا عرفو 0 0 بليس ولا 0 موان دمام هنا يا عندنا الليميت x سير 1 موان x وفاري x تنفر 1 x اكبر من 1 غنعاودو إكس بار أن تعطينا أن سير زيرو خصنا نعرفو زيرو بليس ولا زيرو موان غنشوفو واش تعطينا إذا باش نعرفو زيرو بليس ولا زيرو موان خصنا نإتيود السين ديال أن موان إكس وكاري عندنا أن موان إكس وكاري تيكالا زيرو إكيفالون هادي متطابقة هي أن موان إكس فاكتور ديال إي أن بليس إكس تيكالا زيرو إكيفالون أن موان إكس تيكالا زيرو باش دير لو طابلو خصنا لو طابلو السين ديال هاد أن موان إكس تيكالا زيرو و 1 plus x est égal à 0. Attends, on a dit x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Je vais dire le tableau de signe là. Je vais dire que le terme est 1 moins x au carré ou là on dira moins x au carré plus 1, c'est la même chose. Maintenant, les racines de la solution sont moins 1 et ça n'est moins 1 et 1. عندنا اونتر لي راسين هنا لداخل هادي الجدرين عكس اشارة اب هيا موان هي موان زان اذا هنا بليس وهنا موان اذا خدامين بموان زان اكس اكبر من موان زان يعني هنا زيرو بليس موان زان سير زيرو بليس هي موان انفيني بالنسبة لإكس تنفر ان اكس صغر من ان هنا اكس تساوي الى واحد واكس صغر من واحد غادي يكون تاهو بوزيتيف ان سير زيرو بليس هو بليس لانفيني هادو هما لي لينيت جوج لي كاينين كاين اوتر ميثود باش ديرو الطابلو دوزيام كيستيون مونترون كو ولا نبين ان اف بريم دي اكس تيغال اف بريم دي اكس تيغال ان بليس اكس او كاري سور ان موان اكس او كاري لو تو او كاري كالك سوا اكس ابارتين ا ابارتين ا دي اف يعني كالك سوا اكس ابارتين ا هاد لانتربا هادي لا دوزيام كيسيون اون نو كالك سوا اكس ابارتين ا كي لدينا هادي اف بريم دي اكس تيغا هو ديريفي ديال اكس على ان موان اكس او كاري وعندنا اف سير جي معروف ديريف ديالها كناخد هاد الثاني او كاري فوقانية بريم اكس بريم ان موان اكس او كاري لا بريم موان اكس ان موان اكس او كاري بريم اتيغا من تحت كاين ان موان اكس او كاري تو او كاري ديريف ديال اكس هو ان غتبقى ان موان اكس او كاري إت أن فوا أن موان إكس كاري أن موان إكس كاري موان إكس الديريفي ديال أن موان إكس كاري هو موان دو إكس إت إيكال هنا أن موان إكس كاري دو تو كاري غتبقى لنا هادي أن موان إكس كاري
moins x moins 2x, c'est plus 2x au carré. Donc, f' de x est égal à 1 moins x au carré de tout au carré. Il y a 2x au carré moins x au carré, il y a x au carré, il y a 1 là. Qui a moins x au carré plus 2x au carré, il y a x au carré. X au carré. إذن هذا هو السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث ألف بين أن F تقبل دالة عكسية F موان زان معرف على مجال الجير يجب تحديده. هنا أ هنا ألف مونتر كو F أدمين فونكسيون ريسيبروك ديفينيسيون أن انتربار جي كولون دي ترمينور أون أ عطيناش دوال التيارات ولا ما عطيناش؟ علاش؟ On a f' de x, si p est au 0, quel que soit x appartient à i. Dans l'ambiance table de variation, le blanche, mais je m'en chèque, je m'en dirai. Donc f est strictement croissante. Maintenant, f est strictement croissante sur i. Et f est continu sur i car f, le bénin cosine f, a une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle de la géodrie. A une f mutasila. F continue et strictement croissant, donc F admet, Dredel l'arbien de l'écran, donc F admet une fonction réciproque F moins 1 définie sur l'intervalle J. Tel que Adnes J ou F d'il I ou F d'il l'intervalle moins 1, 1 ou A, puisqu'elle est croissante, elle est limite x tend vers moins 1 plus d'il F, limite d'il F moins 1, limite d'il F de x, x tend vers 1. على اليسار هذا حاسبين ديجا هو مو لانفيني هنا بليس لانفيني هذا هو الانترفال جي هذا في السؤال الف بالنسبه للدريده العرضيه لدينا اف متصله على اي لانها جذريه لانها داله جذريه و اف تزايديه قطعا على اي علاش لان اف بريم بوزيتيف اف بريم موجبه اذا اف تقبل الداله العكسيه الداله العكسيه اف موان زان معرفه على جي حيث هاز جي بينا هو حيث جي هو اف دو اي هو اف ديال هذا المجال هو مون انفيني بليس لكن لا ميم شوز اف متصله ورتيبه قطعا تقبل الداله العكسيه معرفه على جي جي و اف دو اي و اف ديال المجال بما ان هادو خارجين كندير لا ليميت بما ان التزايديه قطعا كنحافظ على نفس الترتيب. لا تروازيام كاستيون بي فيريفيون كو فيريفيون كو سؤال ثلاثة باء هذا ثلاثة باء نتحقق أن نتحقق أن F موان زان دو زارو إتيكال زارو ونكتب واحد شي يقول لي غومارك هنايا إن غومارك
pour montrer la vérifier pour montrer que f moins 1 de b est égal à a, on montre que il suffit de montrer là, on montre que on montre f de a est égal à b. Et quand f de a est égal à b, a équivalent à f moins 1 de b est égal à راه العربيه اللي كاين وبين ان f moins 1 de b est égal à a مبين ان f de a est égal à b. عقلوا عليها مزيان هذه الرمارك هذا باش تبينوا f moins 1 de b هي a خصكم تبينوا غير f de a هي b. اوكي عندنا ان خصني نبين f دو زيرو تيكالا زيرو، قلنا f دو زيرو نعوضو هنا x بزيرو هي زيرو، سير ان موان زيرو، وكاري هي زيرو، سير ان هي زيرو، دونك f موان زان دو زيرو تيكالا زيرو، نديرو هنا لدينا f دو زيرو هي هادي، إذا f موان زان دو زيرو هي زيرو. Branche pour la dernière question, c'est ou la g soit x appartient à j, l'intervalle j moins zéro, montrons que bien oublié maintenant f moins 1 de x fois racine de 1 plus 4x au carré moins 1 sur 2x. Donc, il y a f moins 1 de x qui est un ratio. Donc, f de y est égal à x. On va le voir à y. Y est égal à y, f moins 1 de x. Avec y appartient à i, l'intervalle l'ouen, moins 1, 1, où x appartient à j, l'intervalle est à jd, de voie r. Donc, si on parle de l'intervalle f de y est égal à x, quand on cherche l'inconnu, voie y, donc il y a y ou f moins 1 de x. Donc, f de y est égal à x, équivaut à f de y, qui est y, c'est 1 moins y au carré, est égal à x, équivalent y de l'ouverture par la fin est égal à x facteur de 1 moins y au carré. On dit maintenant qu'on va donner notre équation de premier degré ou la deuxième degré chez l'encom. Équivalent y est égal à x moins x y au carré. Équivalent 12 chez l'encom. X y au carré plus y. Et 12 c'est de l'encom. X y au carré plus y moins x est égal à 0. Je répète, l'inconnu ou y, je cherche y. Elle x maroc. Et dans le cas de l'inconnu ou y, c'est une équation du deuxième degré, l'inconnu ou y. Là, x différent de 0. Là, c'est l'équation du deuxième degré. En calcul delta, on a a ou a, l'amil ou le facteur de y au carré ou x. Ou b ou le facteur de y, l'amil de y ou 1. Et c ou a de l'inconnu quand moins x. Dan delta y b au carré moins 4 ac. B au carré y 1 au carré 1 moins 4 ac, yani x moins x, yani moins x au carré. Y 1 plus 4 x au carré. Y delta, donc y 1. Si y a moins b, y a moins 1 plus racine de delta ou 1 plus x4 x au carré sur 2a, il y a 2 fois x et y2 est égal à moins 1 plus le moins d'un bâton. On a deux solutions, on a deux solutions, c'est général solution. وحده خصنا نبقاو هادي ولا هادي، ما راه عاطينا هادي، ولكن كيفاش كنديرو اون جينيرال، خصنا نأطرو اون إيكغيك أبارتيان
moins 1. Donc y compris entre moins 1 et 1. Alors, si on trouve 5e, appelons A. La valeur absolue de x ou de a de l'europe, c'est fait m. Ça ramène R équivalent à ma bien R au moins R. Dans le cas qu'on a ma bien R au moins R, la valeur absolue de A, ça ramène R. Vous regardez ça maintenant. Pour mettre un acte de Y1, on a 3, ou un acte de Y2, on a 3. On a trouvé l'acte de Y1. On dirait Y1 appartient à Y1. Ça aura ma bien moins 1. Équivalent valeur absolue de Y1 sera 1. Équivalent champ de valeur absolue de Y ou moins 1 plus racine de 1 plus 4x au carré. C'est-à-dire Y1 sur 2x sera 1. La valeur absolue ou la valeur absolue de faut 1 et sur la valeur absolue de l'tane, ou 2x inférieur égal à 1. Équivalent, on dirait le jeu d'Ahna, la valeur absolue de moins 1 plus racine de 1 plus 4x au carré inférieur à égal à inférieur strict, hein? Strict, hein? moins 1, on a moins 1, hein? Strict, pardon, non? Strictement. C'est un problème. Plus racine de 1 plus 4x au carré on a tenu à la fois au carré par là x au carré je vais faire le on a tenté la moustache de la et on s'en prend au loul 1 plus 4x au carré moins 1 s'en prend à l'âge moins 1 au carré on fait égal à 4x au carré. On a des mustabes à A au carré. Racine de 1 plus 4x au carré moins 2 racine de 1 plus 4x au carré plus 1 inférieur à A au carré le tout au carré. Maintenant A moins B au carré ou A au carré moins 2AB. Voilà, plus B au carré plus 1 au carré ou 1 inférieur à 4x au carré. وهنا عندنا غاسين مع او كاري كيتعرف ف1 بليس 4x او كاري موان 2 غاسين دو 1 بليس 4x او كاري بليس 1 انفيرير 4x او كاري عندنا 4x او كاري هنا 4x او كاري نحيدوها غتبقى 1 بليس 1 هي 2 تبقى 2 موان 2 هذه راه حل الجمع هنا 4x كاري موان 4x كاري تبقى صغر من 0 نعملو بواحد 2 كاين بزاف لي ميثود درنا هاد لا ميثود المهم خاصني نبقى غادي بالإكيفالون تنلقى شي خاصية ديما صحيحة ونقول هادي صحيحة ولا الخاص نلقى شي خاصية ديما فوق ونقول هادي فوق وبالتالي تكون هادي f موان زان إذا كانت هادي صحيحة راهي f موان زان كانت هادي خاطئة راه هادي f موان زان هنا انفيريغ على زارو طبعا دو بوزيتيف لو بغينا البرودوي كون بوزيتيف نيجاتيف دو عندنا بوزيتيف خاص هذا يكون نيجاتيف 1 موان هذا خاص يكون نيجاتيف بحال قسمت هنا على جوج هنا على جوج غندوز هذا الجهه الاخرى غادي يبقى 1 انفيريغ غادي ندوز هنا 1 بليس كادر اكس او كار نرفعو هنا او كار غادي يبقى 1 هنا غادي يبقى رفعنا او كاري غادي يبقى 1 بيس 4 اكس او كاري غادي يبقى هنا زيرو هنا 1 بيس 4 اكس او كاري هاد الموانز هاد الان غندوز هنا تعود موانز غتبقى لنا زيرو
هاد العبارة ديما صحيحة مهما يكون x انت متعار علاش حيت ربع x مربع ديما موجبة. نقولو هاد لابروبوزيسيون صحيحة. إذا لا دونك y1 هي لا سوليسيون. نقولو y1 أو y1 هو الحل. المناسب اذا دونك اف موان جاني اكس راه هو ايكغاك ان. علاش؟ حيت طرقنا من ايكغاك ان صغر من ان بقينا جايين ايكيفالون ايكيفالون تلحقنا لواحد ايكيفالون ندير واحد لابروبريتي توجور فري بيسكو هادي فري ايكيفالون ايكغاك ان صغر من ان دونك ايكغاك ان صغر من ان هو سي فري دونك ايكغاك ان هو الحل المناسب. اذا هو موان جان اكس راسين ها اكس كادر اكس وكاري سير دو بزيكس. هنا هما عاطينا اف موان زان بين اف موان زان اتيكال. كون مثلا ما عطاوهاش لنا حنا ما عارفينش واش هادي ولا هادي. مثلا واحد اخر دار هادي غنمشيو مثلا نديرو هادي. دابا راك من شي يقول له مثلا شي واحد دار هادي اش غادي يوقع؟ مثلا غادي يدير ايكغاك دو كومبري اونتر موان زان ايكيفالون فالور ابسولي دو ايكغاك دو صغر من ان. فين هي ايكغاك دو؟ يعني لا فالور ابسولي دو موان زان موان غاسين دو ان بليس كادر اكس وكاري ان سير دو زيكس صغر من ان. لقينا لا فالور ابسولي دو الفوقاني لقينا هذا سير حيت لا فالور ابسولي ديال ا سير بي ولا لا فالور ابسولي ديال الفوقاني لا فالور ابسولي ديال التحتاني عندنا صغر من ها. هنا كاين واحد نعملو واحد الموان بعدا هنا هاد دوز إكس هاد دوز راه تبقى هنا غتبقى دوز إكس فالور أبسولي لا فالور أبسولي دو موان إكس راهو لا فالور أبسولي دو إكس يعني لا فالور أبسولي دو أن بليس داك الموان كيطحي هنا نرفع هنا اوكاري وهنا اوكاري رفعنا هنا اوكاري تبقى ان بليس رفع هادشي اوكاري هو سي اوكاري ان بليس دو فوا هدا فهدا بليس هذا اوكاري مع الجذر كيتحيد ان بليس كاتر اكس اوكاري هادشي كامل درت ا بليس بي لو تو اوكاري و ا اوكاري بليس دو ا فوا بي بليس بي اوكاري هذا توا غنديرو اوكاري تبقى 4 اكس اوكاري غندوز هاد 4 اكس اوكاري هنا غتبقى ان بليس ان بعدا هي دو بليس دو راسين دو ان بليس 4 اكس اوكاري بليس 4 اكس اوكاري هنا هذا دوز موان 4 اكس اوكاري ان فيرو ايكال زارو غتبقى لنا دو بليس دو راسين دو ان بليس 4 اكس اوكاري هادي شات مع هادي غتبقى ان فيرو زارو. عندنا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف ميمكنش يكون انفيريور زار. اذا هذه فوس خاطئه فوس. هاد العباره كامله هاد بروبوزيسيون فوس خاطئه. اذا هاد ايكغاك دو بين موان زان و ان خاطئه. اذا هذا ماشي هذا هو الحل غادي يكون اف موان زان هو الحل هو هذا سي لا ميم شوز. الله ميرسي بيان.